They're off and racing. أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الأول لهذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1200 متر هنا بالريان بارك. انطلاقة موفقة كما أشاهد، منية النبوس سلالة إيف في البحر على المركز الأول. المركز الأول يقطف لصالح النايف. من الجهة الأخرى بنغازي النايف سلالة تيم فريد تكساس على المركز الأول. ثانيا هنالك الجو المهرة، منية النبوس إيف في البحر، متعب الصعق على ثاني المراكز، الشق بريسينج بالجري جوكي، امكينس على المركز الثالث يتدخل على ثاني المراكز مع علي خالد المسلم ثالثا، بينما المركز الرابع للمركز الرابع زاخر ريسينج باليالو كاب، فامر ميكيل يون فرسيت على المركز الرابع، بما انطلاقة الجوكي الأخضر فالنتينا مايكل جوزيبيرتو على المركز الثالث. الآن الصدارة للشق بريسينج لجري جوكي مع الباند ميول وعلي المسلم. نمكينس على صدارة هذا الشوط من النير سايد، من الفار سايد هناك لجرين جوكي فالنتينا سلالة تيم فريد تكساس على ثاني المراكز، بينما الصدارة للشق مع سلالة الداحس كادو دي غازال على المركز الأول لمصلحة الباند ميول والشقب ريسينج وعلي المسلم. أول أشواط الأمسية، المبروك. مركز الثاني لجرين جوكي، ثانيا فالنتينا مايكل جوزي بيرتو، والمركز هنا النتيجة النهائية. المركز الأول لصالح مكينس داحس كادو دي غازال وعلي المسلم، المركز الثاني لفالنتينا تيم فريد تكساس، والفائز للسيد أمجد الجميلي مايكل جوزي بيرتو. المركز الثالث للهورس نمبر 4 جيباغو دوكوروات سلالة المامون مولو رونان توماس، والمركز الرابع للجواد رقم 5 رماح لسعيد بن مبارك بن جفال وسلالة مجد العرب وميلي السوين والبرتو سانا. المركز الخامس من نصيب بنغازي النايف تيم فريد تكساس هداب النايف وجون بيير غامبر. المبروك.